إذن على بركة الله مشاهدين الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، إذا ما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. مرة أخرى خلال هذه الليلة، يعني دقائق قبل دخول يوم الأحد، ندخلوا لنا عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتوا يا رب العالمين. قصة اللي معنا اليوم مرة أخرى قصة من قصص ديال المجتمع المغربي، قصص ديال المطلقات. المطلقات للأسف الشديد، مع احترامنا لطبيعة الحال للرجل والمرأة، كما قلت للأسف الشديد، للأسف الشديد في بعض الأحيان هاد يا اما كيكون تفكك من طرف المراه، وبعض الاحيان كيكون الرجل هو السبب. علاش قلنا مع احترامنا للرجل والمراه، في هاد الحاله اللي معنا اليوم سيده يعني مطلقه، طلاق حلال كنعرفوا، ولكن ملي كتكون معاه المسؤوليه، وهاد المسؤوليه الرجل كيتخلى عليها بصفه نهائيه، وكيخلي الزوجه هي الرجل، هي المرأة، هي الصديقة، هي الونيسة، هي كلشي. هذا هو حال السيدة اللي معنا اليوم. السيدة معها بنتها عندها 3 سنوات ونصف. تيقوا بي اخوتي المغاربة، إلا قلت لكم أول حاجة غادي نقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لأنه في بعض الأحيان الوليدات ملي كيكونوا كيهضروا أكثر من السن ديالهم، أكثر من العمر ديالهم، كنقولوا عليهم ما شاء الله. ولكن في هذه الحالة ديال السيدة كنعرفوا بأنه في بعض الأحيان الزمان وقلة الشيء كتخلي الإنسان كيولي يهضر أكثر من السن ديالو. هذا الشيء اللي وقع لهذ السيدة، لأنه بنتها تخيلوا معايا عامين 3 سنوات ونصف، ولكن كلامها ما شاء الله، وكأنه كلامها ما شاء الله. شي واحد قال لك كيصون عليك، صافي قطع باش نهضروا. قلت بانه خليك معايا هنا، قلت بانه كنحاول نحطكم خوتي المغاربه في الصوره باش تعرفوا اشنو وقع. انت بقاي معايا باش تعرفوا اشنو وقع. قلت بانه هذه السيده الوقت والزمان والفقر وقلت الشيء خلات بنتها مسكينه كتهضر واحد الهضره اللي كبر من السن ديالها، لانه عرفات بان راه هي والام ديالها عرضه لجميع الامور، جميع ما كتخيل. هادشي كله هاد السيدة كتقول الحمد لله والشكر لله، ولكن حاليا وصلت واحد المسألة اللي فوق الطاقة ديالها، وهو مسألة الإفراغ. الإفراغ من هاد المحل، لأنه مهما كان مستورة فيه، مهما كان مستورة فيه، يعني البنت جيبها لها الرابوز ديال هذاك، خليه كدير الرابوز الله يجيب الشفاء. صافي خليك معايا، خليك معايا. قلت بانه ما بغيناش طبيعه الحال، لانه البنيه صغيره، صغيره ما كي دايره بنتي؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ انت كبيره ولا صغيره؟ انا عندي 3 سنين ولكن كويريه. انت عندك 3 سنين وكويريه؟ ولكن ماما بغات تخرج مولا الدار وضربتني مع راسها، ماما تكت عليا وياتني فاتها. ويلي 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 ويلي. دابا انت عندك 3 سنين ومولات الدار بغات تخرج ماماك. ومن بعد ذهبنا في الافراغ في المحكمه. دعتكم بالافراغ؟ ويلي ويلي ويلي. سمعوا معايا اخوتي المغاربه، لا حول، انا تعمدت انني ما شاء الله. كما قلت لكم بقدر ما انه الانسان كيفرح انه كيكونوا عنده وليدات ما شاء الله ذكيين، ولكن في هذه الحاله ثقوا بيا الفقر وقلت الشيء هي اللي خلات هاد البنيه تهضر قبل الوقت ديالها مسكينه، لانه كما قلنا عايشه هي والام ديالها كيتقاسموا لقمه العيش. يعني كما كنقولوا واش لا حول ولا قوه. اذا باقي التفاصيل خوتي المغاربه اللي غنطلب منكم، الله يجازيكم بخير، اللي غيتواصل مع هاد السيده يتواصل معها لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. هادشي اللي غنقول لكم، باقي التفاصيل غنسمعوا على لسان هاد السيده هادي. ونتمنى منكم خوتي المغاربه ما تنساوهاش على الاقل من الدعاء ديالكم، ما تنساوهاش من البارطاج ديال القصه ديالها باش توصل، تكون انت او انت خويا او اختي المغربي او المغربيه
تكونوا نتوما السبب لهاد السيده باش الصوت ديالها يوصل محسنين ذوي القلوب الرحيمه، باش على الاقل هاد البنيه مسكينه، البنيه سميتها ليليا ليليا ليليا، باش ليليا مسكينه ما تكرفش، لان ماشي ديال التكرفيس. سمعوا معايا اخوتي المغاربه، انا بديت كنهضر بنتي ديالي كنشكر الطاقم ديال شوف تي في من هذا المنبر، تنشكركم بزاف، عيطت لكم وجيتوا عندي. مرحبا، الله يسهل نجيو عندك وقت ما. الله يسهل عليك، الله يكبر بيك. امين امين. ابدا ملي جيتوا عندي راه هذاك هو الربح ملي جيتوا عندي. لا مرحبا مرحبا، حنا خدمه ديال المواطن، الصوت ديالو ان شاء الله وصلوه. عيطت لشحال من صحافه وما جاوش عندي. مرحبا. قول لي ليليا تبقى ملي كتهضر كبر من السن ديالها، شنو اللي واقع؟ ليليا من النهار اللي ضربت مع مولا الدار ولا راه كف فيها واحد الرعب. تتقول لي دابا تجي تضربني مع الارض، دابا الحين ضرباتها، عندي واحد التصويره ديالها غير مو موجداش، كانت مضروبه هنايا على الراس. كل مره كتقول لي ماما واش حنا غنمشيو غنجلسو في الزنقه غنخرجو نعسو في الزنقه، ماما واش حنا غنخرج راك شتاكي كدوي. شتات كي كدوي كبر من العمر ديالها. قالت لك ماما واش نخرجو حنا للزنقه، واش انا وياك غنمشيو للزنقه دابا الا جرى الا خرجونا المحك الا خرجتني الافراغ كي غنديرو فين غنمشيو؟ كدوي كنقولها سكتي كتقول لي واش غنمشيو الناس انا وياك في الزنقه؟ كدوي شي هضره كبر منا. الزمان اللي خلات تهضر اختي. المشاكل هو اللي خلات تهضر. الاب ديالها ما كاينش. سمعتيني؟ المشاكل هو اللي خلاها تدوي ولا اله الا الله، الا ما جبت لها انا تاكل ما تاكلش، الا ما وكلتهاش انا ما تاكلش عند الناس، واخا نخليها عند الناس كاع، دخل عند جيراننا تشوفهم كياكلوا وتجي. ما تاكلش مع الناس. يعني عندها النفس. ما تاكلش ما تاكلش. حطيتها واحد خليتها واحد المره عند واحد السيده. شكون عندك؟ الدراري. الدراري صغار. الدراري صغار عندو. عند المربيه. انت ديال العضه، انت راك زوينه ماشي ديال العضه انت. خليتها زعما عند المربيه باش نمشي نخدم، نبدا نغسل الماعن وداك الشيء في قهوه. لقيتها كاع معضوضه صافي، بركت من ديك الخدمه. يعني وليتي بالزمنك خاصك تبقاي حدا بنتك. ما نقدرش دابا نفرق بنتي. تخليها تلقى فيها شي حاجه، خليتها لقيتها كلها في خاض هاد الدراع راه قالتها في فمها. شنو ولينا في دابا هاد الشيء الاقتصاد ديال الولاد الصغار؟ ما نقدرش نخلي. انا ما نقدرش نخليها. كجير كتدخل عند جيران وما عندهمش حتى الدراري. كاينين غير الدري غير المرا وبنتها وداك الشيء، ما كل ساعه نعيط كل ساعه نطل ما نقدرش. لانه هاد الشيء اللي ولينا فيه دابا ولا كيخلع. انا داك الشيء اللي كنشوف دابا في هاد الشيء في التليفون وداك الشيء ولا كيخلع. ما بقيتيش تثق في خوك، ما بقيتيش تثق في ولد، ما بقيتيش تثق في حتى واحد. ما نقدرش نطيق دابا في شي حد نخليها لي، نبغي نمشي للحمام نديها معايا. الحمام ما بقيتش كنمشي كندوشو هنايا في الدار. كيفاش قلتي لي بانه حكموا عليكم بالكفران؟ خرج جاتني استدعاء من المحكمه، ما جاوبتش المحكمه، جاتني ثاني داز الحكم الاول ما مشيتش، الحكم داز ثاني الجلسه الاولى الثانيه ما مشيتش، جات ثاني هذه الجلسه الاخرى صافي غيخرجوني. هذه الجلسه الاخرى غيخرجوا بينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كانش عندي بفلوس باش غنركب باش نهبط للمدينه، 5 دراهم ما عنديش. الا كانت هذيك 5 دراهم نفكر نفطر بها بنتي، ما نقدرش، ما عنديش باش نهبط باش نجاوب المحكمه ونتقابل وداك الشيء. اجي بنتي، اجي ليليا، اجي بنتي. لا ما عرفتش بنتي، حيت من نوع علينا بنتي تباني، غير قول لي هي ماما كتبان معاك، قول لي يا بنتي شنو خاصك بنتي شنو خاصك؟ خاصني انا خاصني شي لعيبه، انا خاصني الحليب وداك الشيء. خاصك شي لعيبه، خاصك الحليب. قالت لك هي بغات تقرا، بغات تقرا. بغيت نقرا ولكن ماما ما عندهاش الفلوس باش تشري لي الحليب، ماما كتشري لي واحد. كتشري لك واحد؟ دابا انت باغا تقرا ولكن ماما ما عندهاش الفلوس. ولكن ماما ما عندهاش الفلوس، ولكن ماما ما عندهاش الفلوس باش تدخلني للمدرسه. ويلي ويلي ياك بنتي. ويلي ويلي انت سمعتي وشكوني معانا؟ شكوني كاين معانا؟ كاين معانا؟ الصحافة. الصحافة كتقول لك معانا الله سبحانه وتعالى ديما كتقول كيما الصحافة. نخلي لك الصحافي تدي معاك.
الصحفي الخير انا ما عندك ما دير بيه شيباني انا. كنحاولوا اي اخوتي الغربه كنحاولوا اننا نفوجوا على هذه السيده نخرجوها مسكينه من داك الضغط. والله باقين بلا غدا اقسم. عرفت اختي انا انا ربي شاهد علي انا حاس بكم والله اللي كيعلم. الماط كاع بات وما بقاوش عارفين الماط نهائيا بقاو عندي القصه. الشك اختي الشك راه الشك. طلبت كانوا عندي باتهم هادو عطاتهم لي الجار ودوك جوج مطرهم صغيرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خوتي المغاربة راه كيما قلت لكم هاد السيدة وحق الله العظيم أنا راه دابا كنت واجد عندها راه لاحظوا معايا راه بيت صغيور أو بيت صغيور وفيه هذيك كويزينة خارجه منه خارجه منه مرحبا عندكم وقيله مشروك عندنا مرحبا مشروك لا حول ولا قوه يعني حتى المرحاد اعزكم الله مشروك انت راه شتا اختي خليك معايا انتما الكوزينه هي هذه عاد كما شفتوا معايا انتما انتما كما كتشوفوا هانت يعني ها هو هذا ها هو هاد الدخله ديال المحل ديالها هاد البلاكار هو لاحظوا هو قديم دوك البلاكارات القدام مسكينه مميده هانت سداري هانت سداري في سداري ها يعني هي وبنتها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هي المرايه والماريو ديك الطبله ليلي ما كنتش ما كيدرتي كوكا بنتي؟ بغات تبكي اويلي اويلي اجي عندي بنتي اجي اجي عندي قولي ليا قولي ليا دابا واخا تهضر معنا ماشي مشكلة واخا تهضر ماشي مشكلة ياك انا انت المهم لا حيت هي ممنوعة المهم غنحاولوا نديروا استثناء كما كنقولوا باش حتى المغاربة يسمعوا مباشرة وبغيت نبين وجهها لأنه صغيورة ليليا تغديتي انت وماماك اليوم ماما ما عندهاش الفلوس باش تجيب لينا الماكله ويلي المعذره مشاهدينا وفياء لانه الانترنت رديء بشكل كبير بزاف هنا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا وفياء في هذا المباشر دائما معكم من هنا من درب الطلبه منطقه درب السلطان يعني كنا كنتكلموا مع هذيك البنيه اللي عندها بنتك شحال عندها الله يرضي عليك عندها 3 سنين ونص 3 سنين ونص 3 سنين ونص في الزيده كورونا كورونا في النص في كورونا ثلاث سنين ونص بالضبط عندها 3 سنين ونص ولكن تبارك الله الشان عزيزه على الناس وكتهضر مع الناس ايه كتبقى تهضر مع الناس كتبقى تدوي مع اللي لقاته كتبقى تهضر يعني كتهضر قبل من داك لاج ديالنا ملي كنبغي نمشي قبيله دخلت للجامع مشينا نتصنتو الكيطو والدرس في الجامع ديال القيصريه دخلت للجامع وبقات كتهضر بقات جالسه مع واحد الراجل قال لي بقات جالسه ما دارت لا صدى لا والو انا طلعت للجامع تلعيرت هي دخلت لي لتما لا حول ولا قوة بقات جالسه كتصنت للدرس لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله لا اله الا الله اختي سمك الله سمك الله جميلة جميلة اختي جميلة شنو النداء ديالك المغاربة ما كيسمعوا فيك حنا كنا كنتمناو لانه كاينة قوانين كتقيدنا اما نبينوا البنية ونهضروا معها مباشرة ونشوفوا الناس باش يتاكدوا بانه راه كنهضروا شي حاجه اللي معقوله ما كتفلاوش وما كنكذبوش. وي عرفت القانون ما يعطيكش. ما هو القانون ممنوع علينا نبين دريه صغيره فهمتك هذا هو ولكن المغاربه اكيد الحمد لله وصلاتهم. الحمد لله اللي بغى يعيط لي يشوفها كاع ودوي معاه يعيط لي ما عنديش مشكل. انا كنتمنى من المحسنين يتعاونوا معايا الله يسهل عليهم والله ييسر لهم الله يحل عليهم بيبان الخير على وجه هذيك البنت. بالفعل على وجه هذيك البنيه. اذا خوتي المغاربه كما قلت لكم دابا هذه تقريبا هذه منتصف الليل هذه السيده الا باقا ما تغداتش الا غنطيب من السوق لها شويه البطاطا ونطيب لها ومليطه راه جايبه الخضره. انتم خوتي المغاربه راه انتم ما كلتها هي على غفله انتم
الشكلاط شريتو ليها الجهه. انتما هذا هو هذه ما كلتيها انتما، لاحظوا هذا مسمن الخبز، مسمن خبزه وحلفي ديرها مع الشكلاط. وغادي كما قالت لك هاي غادا تسلق لها شويه بطاطا راهي في الكميله. ها هي انا ماشي في الكميله، باقي الخضره ما فيكش. المهم هذيك الطنجره هي غتسلقي فيها. لا مرحبا، خليك 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. واخا اختي جي رايح حدايا الله يرضي عليك. الحمد لله الحمد لله. الراب وزابوا لي واحد السيد، هذا كيجيبوا لي واحد الدري من برا، لا حول ولا قوة إلا بالله. مابقاش جابوا لي الدري، هادو ما شريتوش. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدري راه يشري لك الدواء، بقاو عندو الوراق حتى شاركهم وجايبهم لي قبيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. شكرا خويا مراد، شكرا أختي ويدا دريم، شكرا خالد تيجاني، شكرا الناس كلهم. شكرا للناس كلهم، شكرا بطبيعة الحال، شكرا للناس كلهم اللي تفاعلوا مع هذه السيدة هذه وبقات فيهم هذه السيدة. لأنه المسلم إلا ما بقاش فيه خو المسلم فخصو يمشي يراجع نفسه ويقلب أشنو واقع ليه ويراجع، يعني يحاول يمشي عند طبيب نفسي. لأنه أول علامات الغضب ديال الله سبحانه وتعالى على العبد والعياذ بالله كينزع ليه الرحمة من قلبه. شي نهار تشوف ما بقاتش فيك الرحمة في الإنسان وفي الحيوان وفي الشجر وفي جميع الحاجة اللي خلقها الله، نهار تشوف راسك ما بقاتش عندك هذيك الرحمة هذيك اللحظة والعياذ بالله اعلم بأنه هذيك راه نوع من الغضب ديال الله عليك والعياذ بالله. لأن هذه أول علامات غضب الله هو نزع الرحمة من القلب ديالك والعياذ بالله. علاش قال الله سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ لأنه الرحمة الله سبحانه وتعالى يعني من الصفات ديالو الرحمة رحيم، وعنده 99 رحمة بقى عنده حتى لغدا يوم القيامة. وهذه اللي كتشوفوا فوق الأرض اللي عايشين بها حنا وكل المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى هي رحمة وحدة. إذا 99 رحمة بقى شادة عنده، هذا الدليل على أنه ورحمتي وسعت كل شيء. هذا هو كلام الله ماشي كلامنا حنا. هذا الشيء اللي قلت لكم أخوتي المغاربة، نهار تكون الرحمة ما تبقاش في قلبك وما يبقاش في خوك المسلم وما يبقاش فيك كما قلنا أي حاجة خلقها الله فوق الأرض، ولو نملة تدب في الأرض نهار ما تبقاش فيك وتحس راسك بأنك كتعفط عليها وكتدوز، راجع نفسك قبل، يعني حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذا الكلام ما كنقولوش غير لكم انتم اخوتي المغاربه، كنوجهو حتى لنفسي، كنذكر نفسي حتى هو كذلك. فكنتمناو انه الرساله ديال هذه السيده مع بنتها هذيك البنيه الصغيره، اللي انا بكل صراحه انا كون القوانين كتقيدنا وكون كنت انا مثلا عندي واحد الباج ديالي بوحدي مثلا رغم انه غير قانونيه، ولكن باش نوصل الصوره كما هي ونعطي للمغاربه اخوتي والمغربيات خواتاتي هذه السيده اشنو كتعيش، الظروف اللي كتعيش فيها، باش واللي بغى يتاكد كذلك يتواصل مع هذه السيده يجي عندها المحل ديالها. واكيد انا مأكد بانكم نتوما غتقولوا الله يرحم الوالدين لانك دليتينا على هذا الخير باش نديروه. حتى لهنا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. كما قلت دائما خوتي المغاربه ما تنساوش هذه السيده، ولو بالدعاء ولو بالكلمه الطيبه ولو بالكلمه الصالحه ولو كما كيقولوا الناس الله يسهل الله يحسن العوان، هذيك راه هي صدقه. إذا حتى هنا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم في بث مباشر آخر، وإن شاء الله غادي نجيو نتمنوا أن نجيو نسجلوا مع أختنا جميلة وتكون الأمور تبدلات ولقاوها بخير وعلى خير ولقاو دموع الفرح. يعني اليوم كانوا دموع الحزن، نتمنوا أننا نشوفوا دموع الفرح بالنسبة لها وبالنسبة لديك البنية الصغيرة بنتنا ليليا اللي عندها 3 سنين ونص. خوتي المغاربة بقى لي أنا ودعكم على أمل اللقاء بكم بث مباشر آخر. أشكركم على حسن المتابعة والتعليقات الطيبة، ما تمشوش بعيد، حنا باقيين معكم مع قناة الشعب طيلة هاد الليلة المباركة، ليلة الأحد 7 يوليوز 2024.
الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، امين، ويجعل ربي يحفظكم يا ربي يا ربي، امين. شكرا.